وسام، شو بتخبرنا عن دورك بفيلم ولعانة؟ أنا تقصدت ما أحكي عنه. بتدفشيني لأحكي عنه. فريد دور أنا ما عمل مثله خلال مسيرتي بالتمثيل. كوميديان يعني فريد في كتير إشياء ما بتشبهني، وهيدا بخلي الواحد يتعب أكتر ليأدي الدور، لأن بده يجرب يتعايش مع ناس عندهم صفات هالشخصية، فبتعايش مع ناس عنده صفات فريد لأقدر أعمل فريد ويصدقوا العالم، بس ما بيشبهني أبداً والناس رح يتفاجئوا فيه. عم بتقول دور كوميك وانت معودين عليك بهيك أدوار، يعني شو بيفرق هيدا الدور عن غيره؟ كوميك بس في قلبي بقلب الدور. بسياق الشخصية فريد مش كل الوقت سياق واحد، في عنده قلبات هولي منشوفهم خلال تطور القصة. كان انت هلأ واقع، يعني عم بتشارك البطولة مع ماجي وكارلوس، وهي أول تجربة لك مع اتنيناتهم مع بعضهم، شو اللي أغراك حتى تلعب توقف حدهم وتلعب هيدا الدور؟ أغراني أنه أنا وماجي من فترة كذا سنة عملنا ثنائية كتير حلوة بآخر خبر، وحبونا كتير الناس مع بعض. أغراني كمان وجود كارلوس، لأن قلت معقول أنا خلال هالفترة السنين اللي عم بمثل فيها ولا مرة مثلت أنا وياه، فحابب كمان. هو صديق وخاي بس ما مثلنا. الطبخة كتير حلوة وباقي الممثلين أكيد. الناس جميل جدا لكلود صليبة، ولي حبيب اللي زمان ما اشتغلت معه، وإنتاج إيجل فيلمز. بتحس حالك في حدا حاضنك، في إمكانات كبيرة، فمن كل النواحي هيدا دليل انه ان شاء الله رح ننجح بالشيء اللي عم نعمله. كممثل عم تنخرط اكثر بالدفاع المدني، هيدا عم بيعطيك حافز بس تخلص هيدا الدور؟ معقوله انه انت بالواقع كمان تشارك مع الدفاع المدني وتنزل على الارض معهم؟ انا سبق وعملت دورات بالصليب الاحمر ومره بالدفاع المدني. وسام، كلهم بيسألوا أكتر شيء منشوفك بالأدوار الكوميك، معقول نشوفك هلأ قريبا من بعد هيدا الفيلم دور رومانسي جاد، عم تاخد يعني دور سياسي، دور رجل أعمال كتير مهم، تبعد عن الأدوار اللي عم تاخدها؟ والله أنا بحب كتير غير، لأن مجرد ما تنقل بتحس الناس أنه كأنك قدمتي لهم شيء جديد. هلأ المنتج المهم والمخرج والكاتب يقتنع أنه الكوميديان قادر يعطيه دراما، في منهم ما بيقتنعوا بهالشيء او ما بيكونوا شايفينه، بيكونوا ظالمينه. فالممثل الكوميدي هو اصدق انسان بس يلعب دراما. شو الدور اللي بتحب وبتحلم انه انت تلعبه؟ هلا بنحلم كثير، بس يمكن قضيه واحده اللي هي المشردين. انت ممثل وكمان انت مقدم برامج، حاليا رح نرجع نشوفك على الشاشة الصغيرة؟ راجع على الشاشة بإذن الله. في في فكرتين عم نشوف بأي هي يمكن نغير، يعني عن الرياليتي اللي هو تصوير كله خارجي، يكون عندي شيء جيم شو يعني بقلب استوديو.